ماريو، أطفئ ذلك الآن. لكن أنا في منتصف اللعبة. قلت أطفئه الآن؟ لقد قلنا للتو بدفن جدك. هل تعتقد حقا أنه الوقت المناسب؟ كنت سأجعلك تحضر الجنازة لو علمت أنك ستجلس هنا وتلعب ألعاب الفيديو. لا أصدق أنك أحضرت الإكس بوكس الآن. ما الذي؟ ماريسول لا بأس، والدك لم يكن يريده أن يكون حزينا، يمكنه لعب لعبتي. لا أمي، من فضلك، أنت لطيفة جدا معه ولهذا السبب لا يتعلم. وأحضرت الطعام على بطاقتي دون أن تسألني مرة أخرى؟ ماذا؟ كنت جائعا، ما الذي يفترض أن أفعله؟ كان سيئا على أي حال، لا شيء مثل طعامك. يا ابني، سأصنع لك بعض الطعام الآن. أمي من فضلك، لا داعي لأن تطبخي الآن، عندما يسر إخوتي سنطبخ جميعا معا. اجلسي من فضلك، اجلسي. كل ما أفله هو الجلوس. إذا واصلت الجلوس ستكون جنازتي هي التالية، وأيضا أريد أن أطبخ لماريو، لا أستطيع رؤيته كثيرا حقا. أو جدتي، جاء شيء من أجلك. ما الأمر يا أمي؟ ماذا؟ 90 يوما؟ كيف سنجمع 30,000 دولار في 90 يوما؟ ليس من المنطق أن تكون فواتير الطبية لأبي مسؤولية أمي. هذا هو حال هذه الدولة، الحكومة والمستشفيات كل ما يهمهم هو المال. ماذا لو لم ندفع؟ ماذا سيفعلوا؟ غابرييل، استخدم رأسك، هذا المنزل باسم أمي، يمكنهم أخذه أو يمكنهم أخذ تقاعدها. هيا، لم يذهبوا بعيدا فحسب. لذا يأتون ويأخذون المنزل، ويمكن لأمي أن تتناوب في العيش معنا كما تحدثنا من قبل. لقد حاولت أقنعها بفعل ذلك منذ مرض أبي، لقد ابتعدنا عن بعضنا، ليس من السهل عليها السفر. هم هذا صحيح؟ فكك يا أخذ العلم، أنا مكثت هنا، أنتم الذين انتقلتم عبر البلاد. إنها ليست منافسة. لا لا لا، ليس خطأي أن انتقلت شركتي إلى بوسطن. حسنا، لم يكن لدي أي خيار، وأنتم تعلموا مدى صعوبة أن أحصل على عمل ثابت. أنت على سبيل المثال، أنت ممرضة، يمكنك العمل في أي مكان، ليس عليك العمل في فيلي. ليس الأمر بأنهم يدفعون لك أضمانا من المال، فلما لا تأتي هنا؟ انتقلت إلى هناك بسبب روبرتو، لن أكن أعرف أننا سننفصل. هيا، ما بكم؟ هل تعتقدون أنني لا أريد العودة إلى كاليفورنيا؟ أنا أريد، لكن الحياة مكلفة هنا على دخل واحد. حتى أختي كان عليها الانتقال من بيربنك لتوفير بعض المال. حسناً فسناً، إذا كنا نبحث عن حل فنحصل على قرض. حسناً، وكيف سيوافقون علينا؟ رصيدي قد دمر منذ أن شاركتك بالمشروع. أوه من فضلك مارسيل، كان عمري 21 عاماً، متى ستنسين عندما هذا؟ عندما أنتهي من الدفع. هي كفى، أوقفوا القتال. هل لدى أدي أي تأمين على الحياة؟ يا إلهي، لو لم يكن هذا هو أول شيء سنقوله إذا فعل. يا إلهي، ليس عليك أن تكون متعالية طوال الوقت، تتصرفين كأنك أذكى الجميع. آخر مرة سمعت أنك مفلسة. يا إلهي، لأنني هنا دائما أضطر إلى التعامل معك. لا تحاولي حتى. توقفوا، لست بحاجة بعد الآن إلى الضغط، أنا متوترة كثيرا. أنا آسفة أمي، هذا خطأك. كان خطأك. لا كان خطأك. جدياً؟ أولاً تلعب على الإكس بوكس والآن على الهاتف؟ أنا لا ألعب الألعاب، أنا أشاهد تيك توك. انظري، هناك سيدة تصنع تورتيلا مثل جدتي. لا يهم، ستخرب الإلكترونيات دماغك على أي حال. محلاً، أتركيه وشأنه. حسناً، إنه الوحيد هنا الذي لا تصرف بجنون، لا أريد أن أسمع أي كلمة أخرى عن المال. حسناً، أتسمعون؟ أعرف بالفعل ما سأفعله، سأعود للعمل في المطعم. أمي لا، على الإطلاق مستحيل يا أمي. العودة إلى العمل؟ انظر، أنا في المطبخ كل يوم، سأكون بخير. أمي، هذا المطبخ والمطبخ في المطعم شيئان مختلفان تماماً. هذا صحيح. كث مع ظهرك السيء يا أمي. هذا صحيح، لقد اتخذت قراري بالفعل. أثناً كفى. أياً كان المطعم الذي ستذهبين إليه فهم محظوظون حقاً، لأنك طباخة رائعة يا جدتي. إن أعرف، سأشجعها. حسناً، كلنا نعرف كيف حال أمي بمجرد أن تتخذ قرارها، لن يغيرها شيء. نعم، أتساءل من أين حصلت على ذلك. أو نعم، صنعتها، لقد دفعتها للتو من جسدي. أنت سخيفة. أنت سخيفة. كفى، ما بكم؟ سمعتم أمي؟
هل تعلمون؟ أنا سأذهب، يجب أن أعيد السيارة المستأجرة. ناجل. أنا في الطريق. إنها الساعة الخامسة، هل يمكنك إنزالي في محطة القطار؟ لا 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 يمكنك المغادرة الآن، أنا لم أنتهي من الطبخ بعد. لا بكي. أمي لا بد لي من الذهاب أيضا، لا أريد أن أفوت طعامك ولا أريد تركك بمفردك، لكن عليه الذهاب. ماريو هيا بنا نذهب. ماذا؟ لا، هل يمكنني البقاء هنا مع جدتي؟ لا يزال لدي شهر ونصف من الصيف. لا يا حبيبي، أمي لديها الكثير ولا يمكنها الاعتناء بك أيضا. هيا اتركيه معي، أحتاج وجوده هنا وشخص ما ليأكل طعامي. نعم أرجوك أمي، أرجوك. حسنا جيد، سأعود لأخذك في غضون أسابيع، لكن من أفضل أن تكون جيدة. أمي هيا، أنت تعلمين أن هذا سيحدث. حسنا هذا سيكون ممتعا، اذهب وجلسي أحضر الطعام، ولا يمكنكم المغادرة بدون أن تأكلوا. ها؟ حسنا حسنا أمي، حسنا أمي. هل تأكل لم تنتهي بعد؟ أنا آسفة جدا، أنا على وشك الانتهاء. حقا هذا يستبرق إلى الأبد، إن الزبائن تشتكي. ماريا أنا آسفة جدا. ما الذي يحدث هنا؟ سأفعل هذا بسرعة عندما أنتهي من هذه التاكو. أنت لم تبدأي حتى الآن؟ أهذا معقول؟ ماذا علي أن أقول للرجل؟ كما ترى حاولت أخبارك أنه لا يجب علينا توظيف كبار السن هنا. هذه لك. شكرا لك يا بني، أنا آسفة، سأعد لك العشاء الآن. لا لا بأس، سأحضر بعض الطعام لنفسي. أنت مرهقة، يجب عليك الراحة. هل تظن أنني سأدعك تطفل مطبخي؟ مستحيل يا خوفي. اذهب والعب بلعبتك وسأعد لك الطعام الآن. حقا؟ دعي. لن تسمح لي أمي بذلك أبدا. أتمنى أن أبقى معك للأبد جدتي. أعتقد أنني سأنتظر حتى يبدأ الدواء في العمل. لم أرى أبداً المطعم مشغولاً هكذا من قد، الجميع يحبون الطعام. عظيم، الآن علينا التأكد من مواكبة الطلبات. ما زلت لم تغسل الصحون؟ أنا آسفة للغاية، سأفعلها الآن. أنت محظوظة لأنك طباخة رائعة، فلا فدى عليك، سأطردك لأنك بطيئة جداً. يسأل العميل هل طلبه سيستغرق وقتاً طويلاً، لقد نفض صبره. هل تسمعين ذلك؟ إنهم مستاءون. ماريا اتصلوا بالإسعاف. الحمد لله لا شيء خطير، سوف نبدأ الحقن الوريدي ونحصل على بعض السوائل لك. لا أنا بحاجة لأعود للعمل. انتظري سيدة كاستيلو، لا تحتاج إلى فعل شيء سوى الراحة. أنت لا تفهمي، لدي بالفعل فاتورة طبية كبيرة جدا يجب أن أدفعها، لا أستطيع تحمل المزيد. لا 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 إنه غير آمن، الآن أحتاجك للساعات القليلة القادمة لمراقبتك، لذا ثم يمكنك الذهاب. حسنا هل لديك أي شخص يمكننا الاتصال به؟ لا 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 بأس، شكرا لك. حسنا الترفي. جدتي هل أنت بخير؟ عندما لم تعودي إلى المنزل اتصلت بالمطعم وأخبروني بكل شيء، لذلك أتي. هل أخبرت والدتك؟ جيد، أرجوك لا تخبرها. ولما لا؟ أنت في المستشفى، يجب أن يعلموا. لا، إذا أخبرتها ستأتي مع عمك وعمتك، وبعد ذلك سيطلبون مني التوقف عن العمل، ولا أستطيع ذلك، أنا بحاجة لأن أعود للعمل. لا يمكنك، وليس فقط بسبب صحتك،
عندما تحدثت معهم قالوا كانوا أنهم فصلوك. ماذا؟ لا لا بني، ماذا تأهل؟ لا 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 لا. ثلاثة آلاف وأربعمائة وثمانون، ثلاثة آلاف وخمسمائة. أعلم أنهم قالوا أنهم سيساعدونك، أيجب أن أسأل؟ لا لا أريدهم أن يقلقوا أبدا. إنهم قلقون بالفعل جدتي، لقد تحدثت مع أمي في وقت سابق، قالت إنها حزينة لبقائك هنا وحيدة. أتمنى لو كان جدك لا يزال هنا، كان يعرف دائما ماذا يفعل. لا تقلق علي حفيدي، اذهب والعب بلعبتك. حسنا حسنا. جدتي انظري، هذه السيدة لديها حساب تيك توك وهي تصنع. هذا هو، يمكننا بدء مطعمنا الخاص. ماذا؟ يمكننا بدء صفحة تيك توك توضح للناس كيفية صنع الطعام المكسيكي، سيحب الناس ذلك، وبعدها يمكننا الإعلان عن المطعم ليطلبوا منه. عن ماذا تتحدث؟ أنا أكبر من أن أعرف كيف أصنع مقاطع فيديو. وهنا يأتي دوري أنا، سأقوم بالتصوير، كل ما عليك فعله هو الطبخ والحديث. لا أعرف إذا بإمكاني فتح مطعم، لا أستطيع حتى الذهاب إلى واحد. وهذا هو الشيء، ليس عليك الذهاب لأي مكان، سنكون هنا، ومع مرور الوقت سنوظف الناس، وبهذا سيعملون لأجلك. أتريد أن نفتح مطعم هنا؟ لا، وأنت تعلم لا أريد غرباء في منزلي. ليس مطعما حقيقيا، بل مطعما افتراضيا، لا يوجد عملاء، سيطلبون من تطبيقات التوصيل، بدلا من المجيء إلى هنا. مثل الطعام الذي اشتريته، ويمكننا حتى الحديث عن فواتير جدي الطبية، يحب الناس عن هذه الأشياء على التيك توك. لا أعرف. هيا جدتي من فضلك، ليس لديك ما تخسريه. خلاف ذلك سأتصل بأمي وأخبرها أنك كنت في المستشفى. لا لا تفعل ذلك. حسنا دعينا نجرب فكرتي إذن. من فضلك جدتي حاولي فقط، لو سمحتي. لا أستطيع قول لا لحفيدي. نعم سأقوم بالإعداد. حسنا سأرتدي ملابس وأضع بعض أحمر الشتاء. وبهذا الشكل قررت أبوي لإعطاء فرصة لفكرة ماريو. بمساعدة ماريو تشارك قصتها العاطفية حول فواتير الطبية لزوجها الراهن، كل ذلك أثناء تعليم الناس كيفية طهي الطعام المكسيكي. من المؤكد أن الناس سيقعون في خبها عندما تنشر مقاطعها على التيك توك. لا تصدق أبوي لعدد الأشخاص الذين يشاهدون مقاطعها الخاصة ويتركون التعليقات. وليس هذا فقط، طلب طعامها أيضا. بمرور الوقت تبدأ الطلبات في التدفق إلى مطعمها الافتراضي إلى حد كبير، حيث يتعين عليها حتى توظيف الموظفين. لا يمكن أن يكون ماريو أبويل أكثر حماسا. جدتي أسري، إنهم عند الباب الأمامي، هيا هيا. من عند الباب الأمامي؟ ماريو هل كل شيء بخير؟ نعم ما هي الحالة الطارئة؟ عليك أن تخبرنا حالا. سترى سترى ادخلوا. ماذا تفعلون جميعا هنا؟ اتصل بنا ماريو للوصول لهنا وأتينا بأسرع ما يمكننا. هل خدك شيء؟ أنت لا تعرفين؟ أمي لم تكن تعلم أننا قادمون. ماذا يحدث؟ حسنا ليهدأ الجميع سأشرح كل شيء في ثواني. حسنا 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 حسنا. أمي، خالي، شكرا لك. خالتي، شكرا لك. والآن قبل أن أشرح هذه المغلفات، أنا أريد فقط قولة أعرف مدى قلق الجميع بشأن جدتي، خاصة منذ رحيل جدي. لهذا السبب توصلت إلى طريقة لنكون معا جميعا. لكن ماريو، لمعلوماتك فقط، لا يمكن لأمي أن تذهب ذهابا وإيابا لتكون معنا، صعب جدا عليها.
أنا لا أتحدث عن قدومها للبقاء معكم، أنا أتحدث عن عودتكم إلى هنا في بوربينك معها. لهذا السبب اتصلت بنا لتقول لنا هذا؟ عزيزي، أنت تعلم أننا لا نستطيع تحمل التكلفة، لا يمكننا الانتقال. كان يجب عليك قول هذا على الهاتف. ماريو، مارسيال على حق، إنه فقط لا نكلف دنيستا لنا. حسنا، فهمت. ما رأيك أن نفتح مغلفك الآن؟ حسنا. حسنا. ماذا؟ ماذا؟ ما هذا؟ لن أخبركم من قبل عن هذا. بدأت أنا وجدتي مطعما افتراضي وأصبح مشهورا حقا على التيك توك، مشهورا للغاية. إنه بحاجة لمساعدة، لذا اكتشفت ذلك. يمكن تشغيله معا كشركة عائلية. ماذا؟ هل هذا حقيقي؟ هل بدأتم بالعمل معا؟ نعم. ماذا؟ لا أفهم هذا، ولكن إن كان حقيقيا إنه مذهل. لكن نحن بحاجة لهذه الأموال من أجل فواتير أبي الطبية. حسنا. لا يمكن الاحتفاظ بها. نعم. نعم تستطيعون. بسبب الأسبوع الطويل الذي أمضيناه، انظروا، تم دفع فواتير جدي الطبية بالفعل. إذن أنت تخبرني أنه في الأسبوع الذي مضى منذ أوصلتك لهنا ربحتم 60,000 دولار؟ في الواقع 72,701 دولار. ماذا المصاريف؟ ماذا؟ ما هذا؟ أعتقد أن استخدام الأجهزة الإلكترونية ليس مضيعة للوقت. لا أعتقد، لا أعتقد ذلك. لذا ماذا تقولون؟ هل ستكون هنا وتساعدوننا؟ حسنا، أنا لا أستطيع تحمل الطقس البارد والشتاء يزداد صعوبة. ليس لدي أي شيء يعوقني في بيكر سوفت حقا. أنا أود أن أكون أقرب لأمي، لذلك إذا كان هذا حقيقيا سنبقى هنا. لنقم بهذا. الآن يمكنني رؤيتك طوال الوقت. يا إلهي. يا بني، أصنع طعاما للجميع ليحتفلوا به، ما رأيكم؟ في الواقع لا داعي لذلك، لقد صنعت الانشلادة بالفعل. ماذا؟ انتظر، ماذا؟ أنت تطبخ؟ نعم، لقد صورت جدتي وهي تصنعها منذ فترة وقد حضرتها جيدا. وقد تحبون خاصتي أكثر.